عرش أفريقيا. منتخب غانا وضعت القرعة المنتخب الغاني في المجموعة السادسة، واللي بتضم معاها كل من الكاميرون، بنين وغينيا بيساو، واللي هيتلعب مبارياتها على استاد الإسماعيلية. بيلقب منتخب غانا بالبلاك ستارز أو النجوم السوداء، وهو واحد من عمالقة أفريقيا وصاحب تاريخ كبير على مستوى كرة القدم الأفريقية. شاركت غانا في بطولة أفريقيا 21 مرة، وصلت فيهم للمباراة النهائية في 9 مرات، وقدرت إنها تفوز باللقب 4 مرات في 63 و65 و80 و82. شاركت غانا في كأس العالم 3 مرات، وقدرت إنها توصل لدور الثمانية في مونديال 2010 في جنوب أفريقيا. بيدخل المنتخب الغاني البطولة تحت قيادة المدير الفني الغاني جيمس كواسي أبيا. بيمتلك البلاك ستارز مجموعة قوية جدا من اللاعبين، وبتتمثل في كل من توماس بارتي لاعب أتلتيكو مدريد الأسباني، وكوادو أسيموا لاعب إنتر ميلان الإيطالي، وجوردن آيو لاعب كريستال بالاس الإنجليزي، بالإضافة للاعب الكبير أسيموا جيان. بيحتل منتخب غانا المركز 50 في التصنيف العالمي للفيفا. طبعا غانا هي واحدة من أبرز المرشحين للفوز بالبطولة، فهل هيقدروا يضيفوا البطولة الخامسة ويتساووا مع الكاميرون في عدد البطولات؟ يا ترى مين هيقعد على عرش أفريقيا؟